نشهد الآن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشركة سيمنز المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية بهدف التوسع في أعمال البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر. يوقع مذكرة التفاهم كل من السيد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا، والسيد الدكتور حازم الطحاوي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.